السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم شلون احنا نقدر نعطي ديسكريبشن بالاحداثيات الجيوغرافيك كوردينيت الخاصة بمنطقة الدراسة. يعني لو كانت منطقة دراستك مو كريتيكال بوينت او سورس بوينت وانما منطقة اعتيادية، شلون تقدر انت من راح مثلا توصف الستدي اريا الخاصة بيك لازم توصفها وصف كامل، يعني تقول انه اني مثلا الستدي اريا، مثلا خل لاحظ هنا انه انا الستدي اريا تبدأ من كذا نورث الى كذا نورث كلونجيتيود، ومن كذا مثلا ايست او ويست الى كذا ويست كمثلا لونجيتيود ونورث كلاتيتيود. فشلون تقدر تنطي هذا الوصف؟ يعني شلون تقدر تعرف الاحداثيات بالضبط؟ يفيدك هذا البرنامج اللي هو برنامج جوجل ايرث برو. انا سابقا منوه وحاشي عليه، هذا اسمه جوجل ايرث برو. خلي احاول انزل لك الشاشة حتى تشوف اكثر لحظات، بس احاول انزل لك الشاشة حتى تشوف. فهذا البرنامج احنا سابقا منوهين عنه، فتقدر تستفاد من عنده، تنصبه مباشرة، تروح على هذا الخيار. هسه لحظة راح الغي هذا، تروح على هذا الخيار اللي هو الخاص انه edit placement، تحدد نقطة. هاي النقطة اللي تحددها او العلامة الموضوعية placement point راح يعطيك احداثياته كلاتيتيود ولونجيتيود. هسه نرجع اني هسه مثلا منطقة دراستي هنا، هاي منطقة دراستي، خلي اوضح لكم اكثر. مثلا اني منطقة دراستي ممتدة من تركيا الى العراق الى حد هذه النقطة، فاني شنو اسوي؟ اروح على هذا الخيار، اخلي الميد بوينت اوكي. هسه اروح احدد اختار النقطة، وين راح تصير النقطة؟ هاي النقطة هو هنا دا يظهر لي اياها، لاحظ هنا اسحبها اني هسه اقول اريد ابدي من نابل من تركيا من هذه النقطة، تمام؟ مجرد ما حوطتها او انطيتها من هاي النقطة بتركيا او كذا، تلقائيا راح هنا يتغير، يعطيك اللاتيتيود واللانجيتيود الها. اللاتيتيود تمام اللي هو بالنورث، واللانجيتيود اللي هو بالايست. هسه تاخذ هذا الرقم تسوي له كوبي، تروح تخليه يعني فروم المنطقه منين تبدي تخليه، تمام. هسه نجي على النورث الثاني، منين يبدي النورث الثاني؟ اروح احدد النقطه او اخذها نفسها، انا لحد ما تنتهي منطقه الدراسه مثلا الى حد هنا، تمام. هاي منطقة الدراسة، فالمن هسه الى 34 كأسان احكي كنورث لاتيتيود، لحد الان انا باللاتيتيود كوبي. اروح اقدر الصق هذا اللاتيتيود يكون هنا أنا هو الرئيس، فاقدر انطي اللاتيتيود الثاني اللي هو هنا نسخته يكون ضمن النورث. ارجع كذلك لللانجيتيود، اللانجيتيود اخذ النقطة نفسها، لو ابقيها نفسها بنفس النقطة هنا ايش قد يعطيني لانجيتيود؟ اقدر اخذه اللي هو ضمن الايست، فاقدر انا هسه تلقائيا ارجع من اوطي الديسكربشن بالستدي اريا اللانجيتيود انه الثاني لحد من يمتد الى هذه القيمة، تمام؟ الى هذه القيمة. بس اذا تنتبه انه دي ينطيها القيمة، هاي القيمة هنا منين؟ الى اللانجيتيود لللاتيتيود. لاحظ هنا هسه نرجع هاي، اذا نرجع لنفس النقطة اللي هي النقطة الاولى حتى اعرف اللانجيتيود الها، هاي هنا اللي كانت هذا رقمها، اخذ اللانجيتيود الخاص بها. ولما توصف الديسكربشن اريا دائما خلي في بالك انه احنا نوصف من القليل الى الاكثر، يعني لاحظ هسه هنا هذا خطأ، المفروض انا احط ال 34 من البداية، لاحظ هسه هذا 42، فانا المفروض الوصف مالتي يكون من القليل الى الكثير. فهسه اجي هنا فروم، هسه لاحظ هنا فروم، هاي هنا اخليها، هاي ضمن الايست، هاي كدرجة، هاي هنا كقيمة قديمة. ارجع لهنا لاحظ انه القيمة اكتبها من الاقل الى الاكثر، تمام، من الاقل الى الاكثر. هاي ضرورية جدا، لان على اساسها واحد انه يعرف شنو يتصرف، لازم انه اني اعرف ايش قد اللاتيتيود الخاص بالمنطقة واللانجيتيود. لاحظ هنا انا هسه لو نرجع لنفس البرنامج اخذ القيمة
هنا اتاكد اشوف ايش قد كلانجيتيود 42 بوينت كذا. فهسه انا اخذت القيمه ارجع هنا له. هاي كقيمته لاحظ ايش قد قيمته اذا اروح اقراها 42 25 55 يعني ضمن هذا الرنج. فاروح هنا أنا اسويها 42 24 55 او كذا. فهسه انا اجي هنا هذه مجرد هاي ارفعها تمام. اجي هنا ايضا هذه ارفعها. فذا نلاحظ انه هاي الكلانجيتيود الها وهذه كلاتيتيود المفروض اعدلها انه هاي القيمة هي اللي تصير بالبداية. هاي القيمة هي اللي تصير بالبداية الى القيمة الثانية هي لحظة هاي القيمة كأولية الى القيمة الثانية هاي القيمة. فكلش ضرور انه ننتبه انا شلون اعرف اسوي ديسكريبشن لللاتيتيود واللانجيتيود استفاد من هذا البرنامج اللي هو جوجل ايرث برو. تروح تحدد نقطة ديسبليسمنت. اكو طرق ثانية بس انا بدي اعطيك ابسط واسهل طريقة انه تحدد لمنطقة لبوليجون مضلع كامل انه احدد لللاتيتيود واللانجيتيود منين يبدا الى اين ينتهي. هذا الموضوع كلش ضروري تستفاد من عنده لما تريد تكتب انت تسوي ديسكريبشن بالبيبر الخاص بك او الطروح الخاصة بك. تريد توصف منطقة الدراسة فأحد النقاط الأساسية بوصف منطقة الدراسة انه انا لازم اذكر حدود منطقتي الجيوغرافيك كوردينيت سيستم الخاص بالمنطقة اللي انا راح ادرسها تقع ضمن من لوكيتد اللي هو جيوغرافيك. فتقدر انت توصفها تقول من كذا الى كذا كلاتيتيود وكذلك من كذا الى كذا كلانجيتيود. احنا نعرف الستدي اريا لازم تنقسمها اول شيء لوكيتد بعدين توصف الجيوغرافيك الخاص بالمنطقة ممكن التوصف التوبوغرافي ممكن يعني عديد من الأمور يعني بكتابة الستدي أريا. فهسه احنا محاضرتنا لهذا اليوم كانت تتناول شلون أني أقدر أوضح اللوكيتد أوف جيوغرافيك كوردينيت سيستم باستخدام اللانجيتيود واللاتيتيود والاستفادة من برنامج جوجل إيرث برو. أتمنى تكون محاضرة هذا اليوم مفيدة. إن شاء الله نلتقيكم بمحاضرات أخرى. دمتم بأمان الله وحفظه.